السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتتي داخل وخارج أرض الوطن. إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. فكنتمنى أنكم تعملوا لايك والبرتاج هذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد بخصوص قضية إيمان البرنوسي. إخواني أخواتي، في آخر التفاصيل قضية إيمان البرنوسي اللي مشات ضحية تلك الجلسة الخمرية بالفيلا شبه المهجورة، فالأبحاث والتحقيقات مع كوثر المشتبه بها بتصفية إيمان الله يرحمها، فالنتائج والتشريح الطبي والتقرير الرسمي وحسب المحققين بمفوضية البرنوسي مع باقي الصديقات الأربعة وكذلك هذاك الصديق ديال الكوثر، ولتأكد أن الحادث عرضي والسبب لوفاة إيمان هو تماس كهربائي. بالرغم ديك الضرب والجرح اللي تعرضت ليه المرحومة على المستوى الفخذ ديالها وكذلك الرأس ديالها، وهذا الشيء كامل جاء في التقرير أو التشريح الطبي، لأن حسب التقرير الطبي الرسمي هذا حادث عرضي لكون هذه الفيلا شبه المهجورة واللي تأكد فعلا أنها كتستهلك الكهرباء مباشرة من هذا الشارع، لأن الفولت جد قوي وحتى الضيوف عند هاد السيدة كوثر يجهلون مشكل هاد الكهرباء، وحتى الصبيب العالي من الفولت ما كانوش عارفين ان ذاك السلك كيشكل خطر كبير. حتى ايمان ربما مني وقع ذاك المشكل ويعني والشجار يعني وضاربه وكان تبادل الضرب واللكم، ف على حسب الاقوال ديال هاد الصديقات واللي اكدوا ان إيمان يعني شدات يعني في ديك السلك ديال الضوء وأردها قتيلة مباشرة. فاللوم إخواني أخواتي لكي يعود بالأساس إلى مولاة الفعلة اللي هي كوثر، كان من الواجب باش تنصح هادوك الناس اللي كانوا جاو عندها أو ضيوف، نقدروا نعتبرهم ضيوف، يعني تنصحهم من هذاك المشكل ديال الكهرباء حتى ما يتعرضوش لهذيك الصعقه الكهربائيه. فصراحه الله يرحم هذه البنت ايمان، وعلى سبب شهاده يعني الجيران وشهاده العائله وشهاده يعني هذوك الناس يعني عائله الخطيب ديالها اللي دائما كيقولوا على كلام مزيان، ولكن حنا كنشوفوا العكس ان للاسف كانوا في تلك الجلسه الخمريه ربما كل واحد كيتحمل العواقب ديالها الدنيويه والاخره. فصراحه حنا كنتاسفوا لهذا الشيء كامل. فالله يرحم هذه البنت صراحه مره اخرى، الله يرحمها، ولكن كنحملوا المسؤوليه حتى الوالدين، الام والوالده، يعني الوالدين هما المسؤولين الدرجه الاولى بخصوص الابناء ديالهم. فحتى واحد الجار اخواني اخواتي ديال الام ديالها واللي قالت وكدت في واحد الفيديو احدى القنوات ان ايمان يعني بقات كتواصل مع الام ديالها في التليفون ديال حتى الثالثه صباحا. فهنا كنستغربوا كيفاش هاد الام عارفاها، يعني عارفه البنت ديالها مخطوبه وتخليها تبات تقصر يعني مع صحاباتها ويعني والشراب والموسيقى وزيد وزيد، وحتى ديك المكان او ديك الفيلا فهي مشبوهه على حسب اقوال بعض الجيران اللي اكدوا ان هاد كوثر فهي كتجي كتنشط كتفرح يعني كدير شتى الوسائل، يعني حتى انها كانت عندها جوج بنيتات والان راه حامله. مني سولوا الصحافه وتاكدوا واش حامله يعني مجوجه ولا، فاكدوا انها هي ما مجوجاش، وهذا ان دل على شيء انما يدل على ان الصديق ديالها اللي كان معاهم في تلك الجلسه الخمريه ربما يعني هو يعني مولف على واللي يحملها يعني وكتبغيه يعني، وحتى ان السبب كما ذكرت في الفيديو السابق ان سبب هذا الشجار يعود بالاساس الى يعني كون ان كوثر حصلت هاد الصديق ديالها مع ايمان في وضعيه التلبس، وهنا فين وقع الصداع وهنا فين تم
تصفيه يعني ايمان الله يرحمها، ولو انهم ما كانوش يعني عندهم نيه انهم يقتلوها. والسبب الرئيسي كما جاء في التقرير كما ذكرت هو التماس الكهربائي، التماس الكهربائي. فصراحة هذه عاقبة مرافقة أصحاب الانحراف والنوايا السيئة والتعاطي لهذا الخمر والابتعاد عن المبادئ والقيم الدينية، فهذه عبرة لمن لا يعتبر. صراحة هذه عبرة لمن يعتبر، وبغينا هذا الشيء يعني اللي يوقع يعني ياخذه الناس كعبرة، ربما أنها ما تبقاش تعاود، ربما أنها يعني ما تبقاش تكرر في بلاد المغرب الحبيب. فكيف يعقل يعني أن تقع بحال هذه المصائب والأحداث في بلادنا، وكنشوفوا هذا الشيء في بعض الشقق والفيلات المخصصة للدعارة، وكتقوم الساكنة بإبلاغ السلطات المختصة، وحتى أن لو شخص كيحرك ساكن وملي كتوقع شي الواقعة تتهم السلطات، يعني السلطات كتهم السكان المجاورة بالإفراط في التبليغ. يعني هذا شيء واقع وحنا كنشوفوه يوميا، يعني ربما أن السلطات من كتجي كتقول لهم علاش ما بلغتوناش، علاش، بالرغم أن هذا شيء باين وواضح، ونحن نعلم كذلك جيدا بأن هذاك المقدم أو عون السلطة يستطيع أن يعلم من يدخل ويخرج من الساكنة الحي، كل واحد على حيدة. يعني ربما أنه عارف شكون كيدخل الحي، الغريب اللي دخل راه كيشوفوه، وحتى أنه شنو مدخل داره، شنو الماكلة اللي مدخل، وشنو من الحوايج اللي مدخلين، شنو من الضيوف اللي جاو عندهم. فصراحة يعني حنا بغينا إعادة النظر إخواني أخواتي. وبخصوص التحقيق مع هذا الصديق ديال كوثر اللي اعترف انه في لحظة غضب يعني فعلا قامت الصديقة ديالو كوثر وتحت تأثير المخدرات الخمر يعني والقرقوبي وما الى ذلك، قامت بضرب ايمان على مستوى الرأس والفخذ، ولكن لم تكن لها نية باش تصفيها الايمان. هذا الشيء ما جاء في التصريح ديالو والتحقيق مع المحققين. وكذلك اكد ان ذاك التماس كهربائي هو السبب الرئيسي في الوفاة ديالها، فالله يرحمها ويجعلها من أهل الجنة صراحة، ولو أنها يعني كانت خارج الطريق، ويصبر والديها. هادشي اللي كانت منهم الله عز وجل أن يصبر والديها. اللهم إن هذا منكر عينا ومرضنا بهادشي يوميا، جريمة مورا جريمة، ولو جوج جداد، يعني كل مرة كنشوفوا جوج جريمة. يعني صراحة كنت أسف ليه، والله يحفظ وليدات المسلمين جميعا، وحتى كذلك إخواني أخواتي هذاك الخطيب ديال المرحومة اللي هو معتقل بسجن عكاشة على خلفية قضية أخرى، فهو كيعيش واحد الحالة نفسية صعيبة بكون أنه كان متيم بها ويكون لها الحب كبير صراحة، وحتى أنهم كانوا مستعدين أنهم يقيموا واحد الحفل كبير يعني عرس، وحتى انه كان يعني مقتلي غير شي ايام قليله ويخرج من هذاك السجن. فصراحه اخواني اخواتي هادشي كيحس في نفوسنا، وبغينا من السلطات الامنيه مازال يعني تقر شي قوانين صارمه في حق هاد المجرمين، وحتى العداله او المحاكم يعني تضرب بيد من حديد على اي واحد كيحاول يقوم بهاد الافعال الشنيعه. اخواني اخواتي فكنتمنى انكم تعملوا لايك وبارطاج الفيديو. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.